حبيت ناخذها شوي كده في آخر محاضرة. بني نخلي دائما مفتوح مايك، ما فيش حتى أشوف الصوت واضح ولا لا. هسه الشاشة أوكي؟ هذا راح أحس الناس صار متأخر. anyway هذا الجوينت، هذا الجوينت هو عبارة عن شنو؟ بول أند سوكت جوينت. بول أند سوكت يعني على حال يا جوينت، كان عندنا جوينت اللي هو الشولدر جوينت اللي كان اسمه جلينو هيومورال جوينت. هسه راح ناخذ الهيب جوينت أيضا بول أند سوكت، أيضا بول أند سوكت جوينت. وهو هذا البول أند سوكت سينوفيال جوينت يتميز يعني وايد رينج اوف موفمنت، يعني حركة كبيرة يعني مدى واسع من الحركة. تمام، مثل ما تشوفون، مثل ما كان عندنا باليومرس، هاي عندنا الهيد، كان عندنا هيد هيومن هيد اوف ذا هيد اوف ذا هيومن عفو، وهذه كانت النك بالهيومرس صغيرة ومو واضحة، بينما هنا عندنا بالهيب تكون النك كلش واضحة تقريبا كان هم صغيرة. اوكي، وهذه كان عندنا تشابه، شنو هو؟ كان عندنا شيء يشبهها اللي هو اللينويد كابي، صار اسمها هنا شنو؟ صار اسمها عبارة عن اسي كابلم. اوكي، واضح بنين الصورة؟ تشابهات واضحة؟ هاي الدائرة الأسيتاب لما تكون أعمق، ويعني شلون نقول بها دبث أكثر من الجلينويد كافيتي اللي أخذناها بالهيومرس. أوكي، بس نجي نحكي، وهذا شوفوا هو الهيد راح يفوت بداخل الأسيتاب اللي هو عبارة عن هيك مثل الطبق. أوكي، الهيب هسه نجي نحكي عليه. الهيب جوينت هو عباره عن الساينوفيال جوينت. شنو هو الساينوفيال جوينت؟ نحكي عندنا 6 انواع من الجوينتات. مثاليا هو الساينوفيال جوينت، ويكون شنو؟ the ball and socket variety between the acetabulum of the hip joint and the head of the femur. يعني عندك فد تغيرات ما بين الاسيتابلم اللي هي تكون عباره عن الشيء قعر داخل فوت الهيد اوف ذا فيمر. هسه نشوف شنو الارتيكولار سيرفيس. اذا بهذا الجوينت عندي ارتيكولار سيرفيسز وعندي نون ارتيكولار، يعني عندي اجزاء تشتغل بالتمفصل، يعني اجزاء تمفصليه واجزاء ما لها علاقه بالتمفصل. تمام، هنشوف شنو الارتيكولار سيرفيس. ذا ارتيكولار سيرفيس اوف ذا اسيتابلم، هاي قلنا متفقين انه هاي الدائره هي الاسيتابلم. inverted U shape شنو يعني؟ يعني عبارة عن U معكوسة. تمام، being deficient inferior شنو يعني being deficient inferior؟ يعني ما كامل من جوا. هسه نشوف، خلينا نمسح هذه. شوفوا هي الاسيتابلم هيك، هذه ليجمنت، هاي الاسود ليجمنت، ما لكم علاقه بها، راح اسويها بالاسود، هذه ليجمنت. يعني هو من جوا ما كامل. تمام، بس شنو اللي يكمله؟ يعني شنو اللي يكمل الدائره؟ يعني هي المفروض تكون دائره بس من جوا انفيريرلي يكون ديفيشنت، يعني غير مكتمله او ناقصه. هاي هيك كانت، هي كانت هيك. تمام، هاي الفره هيك اللي نزله، هذه هي الاسيتابلر نوتش. هاي الاسيتابلر نوتش هي ديفيشنت بالاسيتابلر. بريدجنج ذا اسيتابلر نوتش يعني شو بريدج؟ يعني ما هي جست يعني غطي اياها. تمام، شو ذا ترانسفيرس اسيتابلر ليجمنت؟ يعني انا شوف هذا شو لكم اياه، خليني امسح هسه الاسود بعد راح احتاج بهاي. شوفون ذني صارت ترانسفيرس، يعني شنو؟ مستعرضه. فالليجمنت اللي تكون مستعرضه هي اللي تبيها، دي ترانسفيرس اسيتابلر ليجمنت، يعني الاربطه المستعرضه. ماشي، قال لك the acetabulum is topped and depend by the
يعني كابت يعني شنو صار مثل الجلاف وتند يعني معناته شنو يعني متعمق عن طريق شنو عن طريق شيء اسمه اسيتابلر لابرام هذا الاسيتابلر لابرام هسه انا اشوفكم يا باي خليني امسح لك هاي هواي الصوره اللي احنا نحتاجها اللابرام عباره عن هيك مثل الشفته هو هيك هاي هاي هسه انا مسويها انا هسه هي رسمتها هي عباره عن لابرام هاي شنو حتى تعمق لي اياها حتى تغمق لي اياها اكثر هي هيك مثل الشفة أو الحافة اللي نقدر نسميها حتى شفت الهيد أوف ذا تيمر بها تسلم عليه تطفل بيه بعد ممكن سهولة يطلع وأيضا من فوائدها إنه تخلي الياي يكون أعمق وتسوي الياي يشبه الكوب هذا شوفوها هسه راح نزوم هنا هذا الأزرق هذا هيك الأزرق الفاتح وهذا اللابرام هو عبارة عن شنو؟ عبارة عن fiber cartilage attached to its borders يعني شنو؟ هاي شوفونا هو هذا labrum هو عبارة عن شنو؟ عبارة عن fiber cartilage يعني قوي. اوكي هسه راح نجي احنا نعرف انه بكل joint لازم انا عندي capsule وعندي شنو؟ لازم عندي synovial membrane تمام؟ وعندي articular surface دائما انه الكبسول ليش تسوي lines the articular surfaces يعني تغطي لي ال او تغطي لي ال السطحه المفصليه يعني تحافظ لي على الجوينت تمام وجوه الكبسول ايش عندي؟ عندي synovial membrane synovial membrane اللي هو يمنع الفركشن او يكون يحتوي على synovial fluid ويكون ساك شيب يعني عباره عن اكياس حتى تمنع الفركشن الاحتكاك ما بين العظام تمام هسه نجي نحكي على الكبسول بشكل مفصل هاي الكبسول عبارة عن strong و dense يعني شنو عبارة عن ألياف قوية وكثيفة و attached proximally يعني attached proximally نقصد يعني باتجاه الجسم قريب على الجسم proximal قريب proximally من نقول هنا يعني معناتها باتجاه الهيفي يعني باتجاه الجسم proximally labrum proximal to the acetabular labrum and edge of the nerve. شنو هاي شوفوها هاي هاي يعني حافظه ماله. اما ديستالي بعد ديستالي اكيد بها من قدام ومن ورا اتصال من قدام ومن ورا. فبال in front وين؟ in front شوفوا in front ويا من؟ attach the intertrochanteric line يعني هسه هاي صوره posterior هاي posterior. بس من قدام هسه من قدام يعني اذا ابلغ الصوره من قدام متصل وين؟ بني التأشير جاي يطلع يمك لو لا؟ وانا جاي يطلع عندي تليفون ثاني فطالع نروح اذا يمك المشكله فمن قدام هسه هاي الصوره هاي بوستيريرلي فمن قدام تكون متصله يعني ان فرونت ويا من ويا الانتر تروكنتريك لاين احنا نعرف انه هذا الفيمر تمام هذا الفيمر نعرف انه بوستيريور عندي انتر تروكنتريك كريست اما انتيرير الانتر تروكنتريك فهي من قدام متصله بالانتر تروكنتريك لاين لان هو من قدام لان الانتر تروكنتريك لاين مهم اما الانتروكنتريك صاير وين؟ صاير بوستير هي وين تتصل بعض؟ عباره عن 1 متر فوق الانتروكنتريك كريست الصوره واضحه بنين؟ ها؟ اوكي انت ايش طالعه كده؟ مشكلة هذا النت مشكلة هسه شلون والصورة اوكي الصوت واضح اوكي اعرف انه انتر تروكنتريك لاين موجود لي قدام بالفيمر
وعندي انتركريست موجود بوستيريور بالفيمر. تمام. اذا الكابسول تتصل من قدام تسوي الاتاتش وين ويا الانتركريست لاين، لان هو صار لي قدام ان فرونت. اما بيهايند عباره عن 1 سنتيمتر فوق الانتركريست، 1 سنتيمتر فوق الانتركريست. خلينا نجي نقرا معه، نقول لك هسه بروكسيمالي عرفنا انه بالاسيتابلر لابرم. اما ديستالي اتاش ذا فيمر along the intertrochanteric line in front. تمام. And the neck 1 سنتيمتر above the intertrochanteric crest behind. يعني بعض هسه قلنا بروكسيمالي يعني قريب الى الجسم ويا من ويا اللابرم. اوكي. ديستالي باتجاهين anterior posterior. اوكي. الانتيريور الانتيريور كان ويا من ويا الانترتروكنتريك لاين. الانتيريور ويا الانترتروكنتريك لاين. اما البوستيريور ويا من ويا الانترتروكنتريك كريست فول انترتروكنتريك كريست بواحد سنتيمتر. راح اعيدها. الكابسول تتصل بروكسيمالي والاتيتابلر لابرون. ديستالي يكون بها اتصالين، يعني باعوا خلي عيتها مرت الله انه بروكسيمالي اتصال واحد فقط بالاتيتابلر لابرون، بينما ديستالي يكون الاتصال من قسم الى قسمين امامي وخلفي. الامامي ويا الانترتروكنتريك لاين، لان الانترتروكنتريك لاين صار لي قدام. خلفي بيهايند فور فوق الانتر تروكنتريك كريست بواحد سنتيمتر. اتمنى تكون واضحه. صوتي واضح بهالنقطه دي؟ الو يا اخي جاوبيني بسرعه، مو حتى انا قلقان من الناس. اوكي. اوكي. Some of the capsular fibers from its femoral attachment turn back medially. يعني يقول لك some of the capsular fibers، يعني بعض الألياف مال الكابسول وين تروح؟ تتجه medially حول النك. أنا مو عارف النك وين صار مكانها. هاي الألياف اللي تطلع من الكابسول راح بعض الألياف مالها راح medially باتجاه الجسم حول النك. شو أسميها؟ فيها رتناكلة. هاي رتناكلة مهمة carry the blood vessels toward the head. يعني أنا مثلاً راح تجيني blood vessels. هاي blood vessels مثلاً راح تجيني من ال femoral circumflex، من ال medial وال lateral femoral circumflex. هاي البرانشات مال البروفوندا اللي درسناها البارحة. هاي البرانشات يعني مسؤولة عن شنو؟ تغذية ال head of the femur. زين هاي شلون راح توصل؟ شلون راح تدخل داخل ال head؟ لأن ال head هي أصلاً محوطة بالكابسول. راح تخ كابسول تفوت عن طريق الفايبرز اللي انا اسميها رتناكله. اوكي. هسه خلصنا الكابسول. ورا ما خلصنا الكابسول لازم نعرف شيء اسمه السترينثنج، يعني الليجمنت الاربطه المقويه اللي تحافظ لي على قوه الجوينت. مثل ما تعرفون انه الهيب هو من اقوى الجوينتات الموجوده عندنا. تمام. بكلش ليجمنت قويه حيل بحيث تحافظ لنا على الستيبلتي مالته، من نمشي من نركض من يصير ضغط من نشيت من مكان عالي والى اخره. تمام. فاذا راح نقسم الليجمنت مال الهب الى ثلاث انواع من الليجمنت. تمام. الليجمنت هذا اللي يكون على شكل حرف بي بس مقلوب، هذا شوفوه هيك، يعني هذا شوفوه هيك صاير هيك با بي مقلوب. تمام. وعندي ليجمنت هيك صايره من جوا منها وممتده، دقيقه جايه منها وطالعه منها جايه منها. هاي الليجمنت اللي شو اسميها بعدين اعرف مسمياتها. هسه الاثنين اللي قدام وحده اللي ورا، الليجمنت اللي ورا هسه نشوف هذا اللي ورا شلون صار. هذا اللي ورا. اوكي. هذني بما انه احنا نعرف الاسماء مالتها، بما انه احنا نعرف الاسماء، بما انه نعرف الاسماء راح يكون عندنا كلش واضح.
راح يكون كلش واضحات عندنا. شلون؟ انا اقول لكم شلون. هسه هذا الجزء ايش اسمه من الهب؟ هذا اسمه ايليوم، متفقين؟ وهذا هو فيمر. اذا ايش اسمه؟ ايليو فيمورال ليجمنت، او العفو ايه هسه هذا ايليو فيمورال ليجمنت، ايليو فيمورال ليجمنت لان طالع من الايليوم ورايح على الفيمورال. اذا ايش اسميه؟ ايليو فيمورال ليجمنت. خوش حكي، خوش حكي. نتفق هذا من الايليوم ورايح على الفيمورال ليجمنت. هذا الجزء اسمه بيوبس. اوكي اوكي، طالع من البيوبس ورايح على الفيمورال. اذا ايش اسميه؟ اسميه بيوبو فيمورال ليجمنت. هسه ذني اول اثنين اللي قدام، احنا كنا نعرف ان الاس كي ام صاير بوستيريورلي بالنسبه للهيب بون. احنا مو بالهيب بون عندنا ثلاث عظام اللي هو الاس كي ام والاليوم والبيوبس. الاس كي ام كان شنو؟ كان اكثر واحد بوستيريورلي. فاذا هاي الليجمنت ما ترى تطلع بوستيريورلي، ايش اسميها؟ اس كي يو فيمورال ليجمنت. اتوقع صارت واضح من الاس كي ام اس كي يو، من الفيمورال فيمورال. هذني ثلاثة بعض. اقوى واحد عندنا اللي هو الايوفيمورال ليجمنت، واقوى ليجمنت بالجسم هو هذا. هي ما مذكوره هاي المعلومه بس خذوها من عندي. اقوى ليجمنت بالجسم هو الايوفيمورال ليجمنت. تمام تمام. وعندنا اضعف واحد من الثلاثه اللي هو الخلفي الاسكيوفيمورال ليجمنت. اوكي اوكي. هسه نجي على فد موضوع اسمه الكابسولار ثيكنينج، او نقدر نقول عليه السترينثينج، يعني التقوية مع الأربطة. يعني أول واحد حكينا عنه الإليو فيمورال ليجمنت، هو عبارة عن strong وinverted V shaped attached above to the anterior inferior iliac spine above the anterior inferior iliac spine ويتصل وين؟ بالفيمر. Inferiorly attachment to each of the concentric line then above. خلنا نقسم لكم الأوريجين. احنا نعرف انه هو طالع من الايليوم وجاء في ذلك اسمه ايليو فيمورال. زين هسه اريد سبيسيفيكلي وين يطلع، يعني تحديدا من وين يتصل. تحديدا احنا نعرف انه هو لو كان هذا كان بالصوره، لو كانت كان كان صارت انه هذا العزيز كنا نسميه من anterior superior iliac spine، وهذا كنا نسميه ايس، يعني anterior inferior iliac spine. إذا هو يطلع منين؟ above origin، منين؟ من ACE، من ال anterior inferior iliac spine، ويسوي لك inferior attachment along intertrochanteric line، مو crest line، صاير leak down anteriorly. هسا خلصنا من أول واحد. نجي على الثاني واحد اللي كيفه femoral ligament اللي هو عند الدم. من passes from the iliopubic end. شنو الاليوبيك إيمينينس؟ احنا نعرف ان البيوبس تمام، وهذا الاليوم. خلونكم يا ابو الوان مختلفه. بنين الصوت واضح؟ فتح لي المايك قليل واضح لان الصوره راح اسوي اكثر. او اكتبوا لي اي شيء. واضح واضح كل شيء، بين الصوت والصوره. اي مو انا اخاف لانت اي مو اوكي مو اخاف خاف يطلع واضح. اوكي بس احنا نعرف انه هذا الفوق اللي بالاحمر هو شنو؟ هو الاليوم او شويه اكثر هاي منه، هذا الاليوم. اوكي اوكي. واللي بالاسود هو البيوبس. فالإمننس شنو إمننس؟ يعني معناته هاي المنطقه اللي تربط لي ما بيناتها، يعني منطقة الاتصال ما بين العظمين ما بين الإليوم بيوبس، شو سميها؟ إليو بيوبس إمينينس. فهو يطلع جديدا من الإليو بيوبس ليجمنت وهم من along the intertrochanteric line. وهاي النك، هاي النك هو under the surface of the neck، يعني في هاي المنطقة under the surface of the neck. تمام تمام. بقى لنا ثالث واحد اللي هو اسمه اسكيو فيمورال ليجمنت. اسمه اسكيو فيمورال ليجمنت بوستيريورلي يكون passes upward from the acetabular margin. شنو margin؟ معناته حافه. وين منين؟ من acetabular margin. هاي acetabular margin one acetabular margin متفقين. To the upper end of the intertrochanteric line
يعني هو باعه، ما رايح انت تروح كنت شككت، ما رايح بوستيريور اللي هو جاي منه، رايح على upper part of the intertrochanteric gland. Then عندي two ligaments attached intertrochanteric line. يا هنا intertrochanteric line الاليوفيمورال ليجمنت تصل بالانتروكانتريك لاين، الاسكيوفيمورال ليجمنت تصل بالانتروكانتريك لاين، اما البيوبو فيمورال ليجمنت كان متصل بالانفيرير تو ذا نك ذا فيمر، يعني جوا النك اوف ذا فيمر. تمام تمام ليجمنت ار ان سيتش واي، يعني هيك ملوله. تمام يعني صارت الشكل عباره زوني. حتى اسوي لك اكستنشن جوينت، حتى اسوي لك يعني شلون فد اكستنشن محدود، يعني ما تقدر مثلا تطبق رجلك ترجعها لي ورا حد ما تطخ ظهرك، لا تسوي لك فد ليميت فد حدود. هسه ذني خلصناها عن اللي نسميهم ثيكننج، يعني الرئيسيات الثلاثه اللي تبني قوه، اكو اسميهم شنو اكسسوري يعني اضافيات. تمام حتى اسمي يعني هذني الاضافيات شنو؟ ligament of the head of the femur, ligament of the هذا شنو هو اسم ثاني ligamentum teres. احنا مو نعرف انه الفيمر مو بنات نعرف هاي الهيد اوف ذا فيمر، لكن هاي اذا بدي واضح اكو مثل دائره داخل الهيد اوف ذا فيمر، هاي شو اسمها؟ كان اسمها فوبيا. تمام هسه هاي وعندي باللونيت هاي بالاسيتابلم هم كان عندي دويرات. اوكي فالاتصال ما بين هذول الفوبيا والفوبيا نوتش شنو هو؟ هم عندي ليجمنت حتى تشلب لي بالهيد اوف ذا فيمر ما يطلع. تمام وخلينا نشوف اذا اكو صوره واضحه تبين هذا الموضوع. دقيقه خلينا نصعد بالضبط، زين امسح هاي الرسم اللي هنا، هاي الهيد وهاي الدوره هي الفوبيا وهاي الليجمنت اللي تطلع من الليجمنت اوف ذا هيد اوف ذا فيمر، وراح تروح على هاي الدوره هنا تطلع هيك تشلب تسوي لي اتصال هنا حتى شنو؟ حتى تشلب لي بالهيد ما يتحرك من هنا ويطلع. اوكي اوكي two passes from the VA يعني تكون راقية ولين وتحتوي على إذا جاك MCQ أو true false بيقول لك the ligament of the head of the femur or momentum theories is most important in when in adult بيقول لك false it's most important when. هسه خلصنا من واحد، بعد عندنا واحد تتذكرون هذا البداية قلت يصير ترانزفيرس يعطي الجزء الناب دائرة سميتها استابلر رابتم اند ترانزفيرس استابلر. خلصنا من عندنا شوي نوعها كلش مهمة، قلت لك بالتتابع انه عندي انا عندي الليجمنت قوي وانه جوا اللي تجيني الكبسول وجوا الكبسول يجيني سينوب ممبرين. هذا السينوفي ممبر ما دام داخل الكبسول فانا شو اسميه انتركلر ستركشر، راح تراكيب اللي تكون داخل الكبسول. فذا سينوفي ممبر لاينز ذا نون ارتكلر سيرفيس اوف جوينت، يعني انا عندي اشياء تمفصليه بالجوينت. تمام شنو الاشياء غير تمفصليه بالجوينت؟ هو يبطن لي اياها مثل ايش؟ شيث يعني يغطي لي الليجمنتم تيرز. تمام يعني حوط لي بالليجمنتم تيرز اللي هي هاي الليجمنتم تيرز هي الليجمنت اوف ذا هيد اوف ذا ديكتي اوف جوينت كوميونيكيت وذ ذا سبورس بيرس بعد ما بين بيرس. تمام بس انا ايش عندي هنا؟ عندي فد بيرس خضره هيك. تمام اعطيني هذه الاخضر عندي communicate via my cavity. Then in that jack MCQ, which of the wings can communicate with joint cavity of the
مثلا الترافيك او يعني اي بيرسون ثاني يعني لك اياها، فتختار سو ذس بيرسون او الايريا سو ذس بيرسون. تمام، خلصنا من هاي الموضوع. حصلنا على الموفيز بالحلقة. مثل ما تعرفون انا قلت لكم ان اي جوينت يكون عبارة عن ساكت جوينت على واي رين موفمنت، يعني سعة من الحركة. يعني يقدر يسوي لك اكستنشن وفكشن، يقدر يسوي لك ابدكشن وادكشن، يقدر يسوي لاترال روتيشن. يعني تريد لكشن سيركمدكشن اللي هي مجموع حركات اللي انا قلت لك. So the hip joint can capable يعني قادر على الفلكشن واكستنشن abduction, adduction, circumcision, medial and lateral. Then at a mechanical position, the line of the waves passed behind the axis joints of gravity. الفلكشن كان انتهاي كبرى، يعني شايف من تضرب الطاولة لك. اما الاكستنشن عكسها، كانما تحضر نفسك حتى تضرب الطاولة الكرة. تمام، الميديا واللاترال روتيشن بعد انت بقول على كيف ما رجع بعد طالع لي برا، هاي شنو لاترال روتيشن، داخل اللي جوه ميديا روتيشن. ابدكشن ادكشن الابدكشن يعني شلون تحط اي بي برا، يعني اللي برا. واد الاد معنى كلمة اد بالانجليزي شنو معناتها؟ اضافة. فانت راح تضيف لك داخل جسمك اد. بس هاي الصورة اوضح اعتقد، او هاي في جدا هذا الجوينت صار بزاف. تمام، واي شيء صار بزاف شنو بين الجوينت عدل، زي يعني عدل ماكو زايفة. حسنا نجي على الفلكشن يعني سيكيا ونشن يعني سيكيا والميدو والبردن. مثل ما تتذكرون ان احنا اخذنا العضلات اللي صارت لي قدام، كان شي سوى اللي كان يسوي اللي فكر العضلات اللي لي قدام، كان يرفع لي رجلي لي قدام. العضلات اللي فرونت يعني مش نسميه الـ anterior compartment of the thigh، هذني مع الركتس في مورس وال مثلا الاليوسوس والبكتينيس، هذني كان يسوي لي الفلكشن. اما الاكستنشن كانت من مسؤول عن الاكستنشن، كان مسؤول مثلا عندك العضلات مال المؤخره البيتيس ماكس، كانت هي مسؤوله عن الاكستنشن واللاترال روتيشن. عندك الهامسترنج ماسلز، هذني عضلات مال البوستيريور كومبارتمنت، كان كلهن يسوي لك اكستنشن. العضلات مال البوستيريور كلهن يسوي لك اكستنشن. تمام، بريزمس اسيست باي جرافيتي عام فاشل اكثر وليمتد باي ليجمنت تو ثري فاشل ليجمنت وليمتد حوالي 90 ديجري 90 درجه. كنت عباره 90 هاي بالني، بينما تكون وين ذا ني فلكس، هسه هاي الني بيها صاير فلكشن بالني، تكون ايش قد زاويه 90، بينما ذا ني اكستند راح تكون اكثر. تمام، الابدكشن يعني شنو؟ انا راح اطلع رجلي لي برا. تمام، يعني على برا راح اطلع رجلي على برا. شنو من يحكي اللي يسوي لي ابدكشن؟ يا سبع يفتح لي المايك ويقول لي من اللي يسوي ابدكشن. من يقدر يقول يتذكر؟ الشيخ علي نور تصحون الميديس مصر عند مو مصر والله كانكم كلش معكم المينيموس مصر عن مينيموس مصر لو ما تتذكرونها.
مفروض تذكرون عشان عندنا الجلوتيز ماكس ما شاء الله عرفت انا تسوي لي شو لاترال روتيشن اكستنشن تقولين مره هذا صوت تقولي ما عنده ما جاء اسمك قلت العضلات اللي تسوي abduction abduction اللي هي gluteus minimus and gluteus minimus ليش تسوي abduction؟ اي اسف اي فتانس ميديوس والمينيموس هن المسؤولات عن الابدكشن وايضا كان انا اسف نور بس الصوت مو من حكي اوكي عرفت عندي صوت مو واضح يطلع معاكم فما ادري ايش باي الابدكشن كان يسوي لي الجلوتيس مينيموس والمينيموس تمام مش مينيموس وايضا كان عندي ذكر يعني حتى نربط المعلومات كان سوي لي ويك روتيشن كان يسوي لي روتيشن بس تكون ويك اما الادكشن احنا اخذنا محاضره كامله على الادكتور ماسلز هذا العضلات اللي اسمها ادكتور لونجا سوبرفيس ادكتور ماجنس والى اخره والجراسيلس وهو هنا اللي ادكتور ماسلز اما الروتيشن اوف ذا هيب هاي تدخل لي جوا وتطلع لي برا من يسوي لي يعني باش جاي سوا طلعت الهيب برا انا بدي تدخل جوا نيم انت وايد والله ما anyway بس نشوف الروتيشن اكو اراون اكسس يعني عندك محور وتدور داير مدار المحور around the head of the femur يعني الاكسس مالتك head of the femur وين بالانترسوكنتر اوكي الميديال روتيشن اللي يفيدنا نعرف ميديال روتيشن مين كان يسوي اساس قلت anterior fibers of gluteus medius and minimus assisted by aorta os حفظون حفظ اذا ندرك احنا كلنا دارسين في عضله والروتيشن هسه بدكم تدرسون اكثر تعرفون انه الجلوتيوس ميديوس ومينيموس يسوون الميديال روتيشن بس الانتيرير فايبرز اوف ذا ميديوس لاترال كانت ياهي اكيد الجلوتيوس ميديوس وبعدين الشورت احنا ما اخذنا محاضره كلها اسمها لاترال روتيشنز اوف ذا ثاي من ان اللاترال روتيشنز اوف ذا ثاي جوينت كان الابتريتر انترنس والبايريفورمس والجمال السوبير جمال الفيرير والاكسترنس وإلى آخره وأيضا كانت الـ lateral rotator of the thigh كانت الـ gluteus movement فحدثنا واضح المحاضرة ما أعتقد يعني صعب وإرادة الشيء قول حتى بعد النت اذا اي اسم المعرض هي جون بلوت يعني التغذيه الدمويه مال التغذيه الدمويه مال الهيب جوينت كانت شنو بنتذكر كان تذكرون البروفان ده في مواد اللي باحه حكينا عنه وقبل محاضره الباحه حكينا عنه اللي هو تنهيج طالع تريدين تحكين شي بنين ليش نور هذا اللي تقول صوت مو واضح لو قطعت الفيديو والله يا نور انا احاول يطلع الصوت واضح بس ايش اسوي والله يا نور انا احاول يطلع المقطع واضح بس ايش اسوي يعني ليش انا ليتكم تحضرون البث احسن لان النت تعبان من ترفع المقطع تروح الدقه مال الصوت
وايضا التصوير برامج التصوير تدمر الصوت، شو تسوي بعد؟ فيعني ليش انكم تحضرون البث احسن؟ ايا كان يعني والله يعني حتى على النت مال الرصيد ما فات، على النت مال البيت ما فات، فمو مشكلة يعني الا انا قلت الا اسافر غير دولة. المهم main supply of the from medial and lateral femoral circumflex artery. هذان كان الميديا واللاترال سيركمفلكس ارتري، هذان منطقات من البروفاندا فيمورس. ايش تسوي بعد؟ من البروفاندا فيمورس the capsule and synovial membrane. هذا الكبسول والسينوفيال ممبرين مين سبلايد لهن؟ from near the belly vessels. هذا الفيسل تذكرون ياه هن اللي جاء كان بالرتناك اللي قبل شوي قلنا اللي هي the head and tricuspidor مين سبلايد من two sources اللي كان من الرتناك. بس نجي على موضوع اسمه الهب بيرسا. الهب بيرسا تعرفون شنو البيرسا؟ البيرسا عبارة عن سكلات يعني فشي يشبه الكيس، تركيب كيسي ويتوي بدخل على الفلويد. هذا الفلويد يمنع الفريكشن، وإذا صار عندك التهاب بيرسايس راح يكون عندك أورب بين يعني فد ألم ليش قوي. دائما خلنا نعطيكم مثال هيك يعني من الحياة اليومية. غالبا إذا تشوفون معظم البنات اللي أو نشوفنا مثلا معانا من يمسح القهوة فترات طويلة يعني انتي قبعها الركب مالتين وقاعدين يمسحن الأرضية. ف بعد فترة من الفترات يعني من يكبرون راح يكون عندهم ألم كل شوي بالمفصل هاي الفرصة اللي موجودة لهنا. يعني هيك مثال من حياتكم اليومية. anyway نقدر نكمل. هسه هذا كان هو اسكي تمام. ما دام في الاسكي اذا شو اسمها اسمها اسكيال بيرسا. هاي المكان اسمه جريتر تروكنت. هذا فوق الجريتر تروكنت اسمه تروكنتريك بيرسا. هاي شو اسمها العضلة تنسر فاشل اكو بيان. هاي شو اسمها العضلة اسمها هاي كانت الجلوت تمام. وهاي كان شو اسمها اسمها الايوتيبيال تراك. هاي اذا شو اسمها استيوفيمورال تمام. بس مثلا هاي قبل شوي قلت لكم عن الاليوسوس. هذان العضل هذان الفايبر شو اسمهم؟ هذان الفايبرز اللي كان اسمه هذا الفي اسمه اليو فيمورال. هذا منه جاي بيوب فيمورال. اوكي اوكي هنا ايش عندي؟ كانت اليوم العضل اسمها الياكس ومنها تجي السوس. فراح يصير عندي هنا فايبرز فوق التندن العضلات. طبعا هاي منين بضحك ان شاء الله جاي نزل رسائل بضحك. ضيفك يا اخي عنا خليني اسال كافي محمود اللي صح. اي هاي الالياكس وهاي ال خوفيني كافي اسف شباب والله بس هاي ضحكني يعني خبث فيها تنتقم من عندي انا ايش رايك سايت ضحكني. فهاي السوس وهاي الالياكس نعرف انه راح يكون تندن هنا راح يكون عندي تندن شو اسميه؟ كنت اسميه اليو سوس تندن. وهنا جوا لو ماكو بيرسا تفضل لو ماكو البيرسا راح يكون عندي الليجمنت فراح يصير احتكاك العضله تتحرك وانا من احرك المفصل هم راح اتحرك هاي الفايبرز فراح يصير عندي احتكاك ويتقطع بين الفايبرز كذا. فرب العالمين سبحانه وتعالى خلقنا البيرسا حتى شنو؟ حتى تمنع هذا الاحتكاك اللي ما بيناتها وما يصير اذيه لنا تمام. فهذا هاي العضله ايش اسمها؟ اليوس. هاي البيرسا ايش اسمها؟ اليوس بيرسا. قبل شوي قلت لكم هاي الاليوس سوس بيرسا كوميونيكيت ويا من؟ كانت تسوي لي كيت ويا الكافيتي
جوينتي لما قريبة على الجوينتي ها هو الجوينت وتسوي لي كوميونيكيت منها دولة هيتي ويا الجوينت كاب تمام. وعندي هاي اسمه غويتر تروكنتك بورسة غويتر تروكنتك بورسة فوق الغويتر خلنا نشوف نقرأ احنا عبارة في associated with the glutes maximum okay. يعني عبارة عن ثلاث تكون متفاق في الجلوتيز maximum between the tendon of insertion and the greater trochant. يعني شنو العبارات اللي كانت تسوي لي insertion بالgreater trochant مثلا glutes medius والminimus و مثلا هاي الجمالس وإلى آخر هاي التندنات تسوي لي insertion على الgreater trochant. فمقول عدة تندنات واحدة فوق الله عشر بينات نفرتكاك وأذية وألم لا فإذا نربط هاي اللي اسمها tendon and insertion يعني ما بين التندن اللي جاء العضله وكان الانسرشن صارت عارف اسمها صارت بيرس اسمها النجي الثاني between tendon of insertion and vastus lateralis هاي الفاستس lateralis نشوف وينها هنا الفوز تكون vastus lateralis هاي lateralis نانا ويكون عندي تندن بيناتها بيرسة بيناتها تمام overlying ischial tuberosity ها تعال وين الاسكيال tuberosity هاي الاسكيال tuberosity بغطي لك الاسكيال tuberosity وسوى سبيرسة اللي حسيتها هو هي شسوي لك separate the iliopsoas tendon from iliac fossa and sword بالضبط مثل ما حكيت انه هاي شوفوها هاي تبصرات التندن اللي اسمه iliopsoas عن pubic ring عن هاي العظام من ناحية احتكاك ما بين التندن العظام وما بين ما يصير احتكاك ما بين هاي الفايبرز مع هذا الجوينت اوكي هاي هنا حلوة رح ناخذ موضوع اسمه relations شنو يعني relations معناته اللي قريب من الجوينت شكو قريب من الجوينت اوكي بالمحاضره هيك حاطين اياها وهاي الصوره كلش مو واضحه انا اتحدى طالب يفهم هاي الصوره يا اخي دوخ حيل دوخ انا ما فهمت هواي يكونها ما فهمت فجبت صوره انا جبتها من عندي فهم اوضح كل اوضح يعني طلعت من النت هذا هو الجوينت تمام وهذا هو يعني هذه anterior تمام بس نشوف relations anteriorly وال posteriorly شوف anteriorly ايش عندي عندي ال هسه هذا anteriorly ايش عندي هاي العضله اللي هي شنو pectineus وعندي هاي ايش اسمها الاليوس ما يتصل شنو البسل هي مثلا في المرزين الفيمورال نيرف الفيمورال ارتش الفيمورال اذا نشوفه انتيريرلي ايش عندنا انتيريرلي عندك الايروس كينيس سيبريت الجوينت يعني تفصل لك الجوينت عن الفيمورال بسل مثل ما حكينا بس مثل ما حكينا صوره هذا الجوينت اللي هاي الايروس سوس خوش وهاي الكينيس وهذني النيرف والبسل انك فصلتني الجوينت عنها أكثر أحاول أقرب لكم بس أنا راح أجز لكم الملف حتى تشوفون أكثر من تكون عليه لأنه مو واضح هذا هاي anterior سيام تعالي posterior إيش عندي أنا أقول عليه quadratus femoris تمام وعندك مثلا البايرفورمس هذا اللي كلهن posterior اللي كلهن posterior هذا اللي فصلك الجوينت عن سياتك هذا سياتك نرفت مثل الحائط يفصل لك يا عنه يعني تعرفون انه حركة الجوينت فهنا حركة الجوينت يقطع الجوينت قطع سعبوا عق posterior اللي شوفوا بايرفورمس انترنس وكوادريتس وموارس separate joint from sciatic nerve and gemellus بايرو صل لك عن sciatic nerve وايضا هاي الجمل الجلوتيات ماكسيمس عضلة الجلوتيات ماكسيمس يعني هذا صار عبارة عن حاجز عن حاجز هذه العضلات اللي هنا شنو انها هسه الخط الاسود اللي فتقاني
تكون من الاوبتريتر انترنس والبايريفورمس والكوادريتس في مورس هاي بوستيريالي يصل لك عن السياتيك نيرف والجلوتيوس ماكسيموس جيم سوبيريالي سوبيريالي انا الجلوتيوس مينو ورفلكتد هيل رايتس اوكي ورك فورس بقى هنمسح حتى اصير هوس عليكم نسوي لي بوت شيء للمعلومات سوبيريالي هاي سوبيريالي ايش عندك الجلوتيوس مينيموس هاي حددناها خوش وبعد هذا هو عبارة عن reflected head of rectus femoris high superiorly زين بقالي بس inferiorly اللي هو the obturator externus high obturator externus هي inferiorly أتوقع هاي الصورة كلش واضحة ومفيدة أكثر منها خلينا نجي نحاول نقرأها هنا تعال هتستفدي من هنا وين هذا وين ذاك فحاول تقنع على ذيك أوضح لكم وأجاب الطبع أوضح الله يلا هانا تانت راح نخلص زين طقتني joint blood supply of the head prime and operator artery بعد تستمع في الoperator artery اللي هو عبارة عن front and internal iliac artery من ضمنها كنا أسميها articular branches هو الobturator artery راح ينزل هيك راح ينطي branches ترجع على اليمن على ال head of the femur إذا ال head of the femur ياخذ supply منين والligament مال head أي بالضبط مخليها بالمحاضرة نقول راح لكم إياها وتقرون عليها الobturator nerve راح ينطيكم branches نسميها articular branch إلا للليجمنت مال الهيد وللهي اصلا وهاي الفيسل سبلايز ذا هيد ان ذا يونج يعني بالصغار هاي الفيسلز اللي هن شنو انه مال اوبتريتر ارتري اذا هسه هذا ام سي كيو انا اتذكر حال هذا ام سي كيو حال هواي ويعني بوقتها دخلت بي شوفوا يقول لكم باليونج من اللي يغذي لك الهيد اوف ذا فيمر يقول لك اوبتريتر ارتري تمام will advance a full supply from the flake of the يعني من النيوترون from the major parts of the head يعني الجزء الكبير من الهيد supplied by the arteries in the retinacula قبل شوي قلنا لكم انه some fibers some capsular fibers راح تكون شنو راح تروح medially وتحوي على الفيسلز which bind down with the nutrient artery the nutrient artery اللي هي الارتريز الشرايين اللي تغذي لك العظم فاست تشيف فروم ذا تروكنتريك اناستموسيس الله اكبر يعني اللي تجيك منين من الاناستموسيس اراوند ذا نيك اوف ذا فيمر يقول لك فراكتشر ان ذا فيمورال نيك يعني عباره عن بالعنق مال الفيمور اذا صار عندك كسر وذن ذا كابسولار اتاتشمنت يعني داخل الكابسولار اتاتشمنت يكون نيسيسري رابتشر صار عندك تمام وين بالريتيناكلر فايبرز هاي اللي هي بداخل هيد فيسلز يعني بقى خلينا اوضح لكم اياها اذا صار عندك كسر بالنيك اوف ذا فيمر بداخل الكبسول زين انا داخل الكبسول ايش عندي؟ عندي هاي الميديال فايبرز اللي بداخلها الفيسلز يعني بداخل الميديال فايبرز اكو فيسلز هاي الفيسلز بيها تغذيه دمويه راح تنقطع هاي الفيسلز تمام من تنقطع الفيسلز يعني بعنات الهيد والنك مال الفيمر ما راح يجي دم والعظم ما يجي دم راح يصير بيه نقر راح يصير شنو نيكروسيس الفاسكولار نيكروسيس واللي عنده فضول علمي عن الافاسكولار نيكروسيس يرجع بالقناة مالتي يصعد فوق انا منزل بحث يعني يمكن 10 اسطر عن النخر العظام بكل المعلومات عن نخر العظام يعني اللي عنده فضول والآن اللي نحكي على تروكنتريك أناستموسيس هاي حفظ هاي أصلاً provide the main source of blood supply the head of the femur يعني أناستموسيس حول the head of the femur lies near to the trochanteric line fossa what greater trochanteric يعني هنا الأناستموسيس يصير بعض من هنا راح تجيك artery من النيوترينت بعض شوف أنا إيش عندي النيوترينت artery راح يبي دم يصعدنا أنا أصلاً أنا ما شفنا جاي فراح يصير عندي أناستموسيس إحنا يعني
It's formed by anastomosis of but descending branch of superior gluteal artery. Ascending branch of superior gluteal artery. Descending branch and just another in superior gluteal artery. But ascending branch of both lateral and medial part. من الأسندنج يعني شنو جزء الصاعد خلينا نشوفكم شنو هذا جزء الصاعد هذا الميديال واللاترال سيركمفلكس ارتري اللي هن برانشات من الفيمورال بروفاندا فيمورس راح نستخدم أسندنج يعني أسندنج برانش وهذا سوبيريور زين وبعد ومن الانيوتيان خلاص يعني ثلاث ومن الانفيرير جلوتيال ارتري ومن الانفيرير جلوتيال ارتري هذا راح نسوي اكسات هنا هاي الاكسات علامة علم للأناستموسيس وخلصت بحمد الله تعالى أول 6 محاضرات وجزء كلش كبير صعب من المحاضرات راح تجيكم محاضرات الليل بسيطة جدا وتاف جدا ولا تخافون من تشوفونها ضخمة 40 سلايد بس كلش بسيطة ما يحتاج لها أي شيء صور بيها واضحة